أجد الجمال على غصون بهائكم ليفوح عطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل حفظت القرآن الكريم؟ نعم حفظت القرآن الكريم قبل سنة. وهل أنت حفظت القرآن الكريم؟ نعم بحمد الله وبفضل لقد حفظت القرآن في جامعة الرشيد، وأخي الصغير أيضا على وشك أن يحفظ القرآن. ما شاء الله أخوك صغيرا جدا، وهذا شرف كبير بالنسبة لكم. نعم هذا الشرف كبير للوالدين وجميع الأسرة، لأن الله تبارك يعطي أجرا كبيرا للوالدين اللذين يحفظ ابنهما القرآن، بل هذا الابن سيكون شفاعة لهما يوم القيامة. نعم إذن فقد حفظنا القرآن الكريم. نعم لكن علينا بما جاء به أن نعمل بما جاء به القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم بمعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف يمكن هذا؟ عليك أن تلتحق بقسم الحفاظ أرابيك في جامعة الرشيد. السلام عليكم.